بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هنا سؤال يقول: كيف أستطيع أن أطرد الوساوس في الصلاة وأخشع فيها؟ حتى تخشع فالأمر يحتاج إلى جهاد، والقاعدة أنه كلما عظم شأن الشيء صعب الوصول إليه، كلما عظم شأن الشيء صعب الوصول إليه، ولكن الوصول إليه ممكن، فالأمر يحتاج إلى جهاد. أولاً من الأشياء المعينة على الخشوع أن تجعل لك نصيباً من صلاة النافلة في بيتك حيث لا يراك أحد من الناس، تصلي في بيتك حيث لا يراك أحد من الناس ولو في آخر الليل، فإن هذا مما يعينك على الخشوع حتى يصبح الخشوع لك سجية. أيضاً كما يقول العلماء، تقديم صلاة نافلة قبل الفريضة، فما تأتي تدخل الفريضة مباشرة، تقدم نافلة إما في البيت ولا في المسجد قبل الفريضة، قال العلماء هذا يجعل القلب يحضر في الصلاة. ومنها أن تستشعر معنى ما تقول في الصلاة، فعندما تقول الله أكبر تستشعر هذا المعنى، وعندما تركع وتنحني خضوعاً لله وتقول سبحان ربي العظيم تستشعر معنى العظيم وكيف أنصرف بقلبي عن العظيم، وهكذا في سائر الصلاة. ومنها أن تتذكر وقوفك بين يدي الله، أنت الآن واقف بين يدي الله وغدا ستقف بين يدي الله ليس بينك وبينه ترجمان، يكلمك سبحانه وتعالى، فتستحضر هذا، فهذا يعين على الخشوع. ثم عليك بالمجاهدة، إبليس لن يتركك ما دمت حيا، لن يتركك، وكما قال ابن القيم يشام قلب العبد ويأتيه من حيث يستطيع. الناس يصلون في صف واحد وأكثرهم لا يحضرون قلوبهم، لكن ليس في شيء واحد، الذي يحب العلم يجيب له إبليس العلم، إذا قال الله أكبر جاب إبليس مسألة وعليها إشكال وهذا يحل بكذا وهذا كذا، حتى إذا سلم راحت المسألة. والذي يحب الكورة يأتيه بالكورة، واللي يحب الطبخ يأتيه بالطبخ، وكل يأتي بما يرى أن حتى يصرف قلبه عن صلاته، فالأمر يحتاج إلى جهاد. أول ما يأخذ إبليس القلب يعيده الإنسان ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلم أن أمر الصلاة لن يستقيم لك حتى تجاهد وتصبر صبرا طويلا فتصل إلى الخشوع الذي هو أعظم نعم الدنيا، لذة ما بعدها لذة. قال فيه بعض السلف: إنا لفي أمر لو علم به الملوك لجالدون عليه بالسيوف. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة. نعم.